بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وبناتي طلاب وطالبات الثانوية العام. وصلنا بفضل الله إلى ثلاث أرباع الفقرات اللي ربنا الحمد لله أنعم علينا بحلها طوال هذه المسيرة الجميلة المفيدة بإذن الله رب العالمين. الفقرة 75 بعنوان البخاري. البخاري اللي هم دلوقتي عمالين يعني كل واحد مش لاقي كلمتين وعايز يعمل فيها الواد العالم يقوم يطلع يشكك في البخاري، وطبعا هم قاصدين الكلام ده طبعا علشان يشككونا في مصادر احاديثنا، لانهم عارفين ان القرآن إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فما فيش حد هيجي جنب القرآن. لكن نضرب بقى في حتة تانية، نضرب في البخاري ونضرب في مسلم ونشكك ولادنا في السنة ونشكك ولادنا في الاحاديث الشريفة عشان ما يلاقوش بقى إلا إيه، إلا الخرافات والخزعبلات والإيه اللي هم عايزينها. المهم يا شباب، دي كانت كلمة سريعة كده عن الإمام البخاري رحمة الله عليه، لأنه طبعا قدم للمسلمين يعني كنز ما زال يعتمدون عليه وينفعهم في الدنيا والآخرة. فرحم الله الإمام البخاري ونجاكم الله من شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. البخاري مات أبوه وهو صغير في السن، بدأ حفظ الحديث مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسر. بصوا أنا كمدرس وكممتحن بمتحن الأولاد كتير، عارف كويس قوي هو جايب الكلمة دي ليه، علشان معظم الأولاد هيعربوها مفعول به، يعني مش انتم ازهات ولاد كتير قوي ما بيقروش من الاول، يقول لك حافظ ما هو الامام البخاري هو يا استاذ حافظ الحديث يبقى حافظ هو الحديث. لا طبعا، لازم ترجع تقرا الجمله، هي مش حافظه، ما تتقراش، ما ينفعش بدا حفظ الحديث، ما ينفعش كده، هي بدا حفظ الحديث، يبقى الحديث مضاف اليه. انتبهوا للخدع دي. وهو في العاشره من عمره وحفظ منه الكثير، قضى 16 عاما في جمع الحديث، كان يرحل فيها إلى الأقطار والأمصار في طلب الرواة والحفاظ، واستطاع أن يميز بين الحديث الصحيح والحديث الضعيف. طبعا بين هنا ظرف، يبقى بين هنا ظرف مكان منصوب وعلامة نصب الفتح. ونبه، ظرف مكان منصوب، ما قلتش مبني. المبني الآن، حيث، أمس، إذا، دي الظروف المبنية، لكن بين هنا ظرف منصوب علامة نصبه الايه يا شباب، الفتحة. طب افرض يا استاذ انا قلت ظرف وما قلتش نوعه ايه، ما تخافش هتاخد الدرجة عادي جدا، ما تقلقش، بس اهم حاجة تقول منصوب او مبني حسب اعرابه. وضع كتابه المسمى الجامع الصحيح في 16 سنة. بصوا يا شباب، من زمان قلناها ديت ويا رب تكون فاكرها، من 11 ل 99 تمييزها، يعني الرقم لما يجي من 11 ل 99 11 12 13 85 74 98 99 من 11 ل 99 الكلمه اللي بعد الارقام دي كلها تبقى منصوبه، اللي هو التمييز، يعني يبقى تمييز العدد من 11 ل 99 منصوب، نحفظها بقى. مال من قبل كده يعني 10، يعني من 1 ل 10 بقى، او من 3 ل 10، خلينا 3 ل 10 لان 1 و2 ما لهمش تمييز، من 3 ل 10 يبقى مجرور. طب 100 و1000 ومليون برضه مجرور. فاذا يا شباب نخلي بالنا ان سنه هنا هتبقى تمييز منصوب وعلامه نصبه الفتحه. محاولا حال، طبعا حال منصوب واضح قوي، يعني محاولا كان حاله بيعمل ايه؟ ها، يحاول الاقتصار على الاحاديث الصحيحه. يبقى وضع كتابه المسمى الجامع الصحيح في 16 سنة، وحاله كان بيعمل ايه ساعتها؟ محاولا. طب ايه اللي عرفني ان دي حال؟ نكرة مشتقة لانها اسم فاعل تصف معرفة اللي هو البخاري، كيف كان يضع كتابه محاولا يجوز الاستغناء عنه. ما هم خمس شروط للحال، نكرة مشتقة يسأل عنها بكيف ويجوز الاستغناء، يا شباب ويجوز الاستغناء عنها وتصف معرفة. محاولة الاقتصار على الأحاديث الصحيحة التي يتصل سندها من الراوي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وكل راوي عدل ضابط. بلي اضبط ما تحته خط، خلاص ضبطناه. استخرج خبرا لناسخ وبين نوعه. تعالى ناسخ وقلنا مفتوحة، ها، أن يميز، اوعى اوعى تعمل كده، قلناها كتير وبحذر منها عشان لو في ناس بتسمعني جديد يا جماعة، ان زائد مضارع ما تبقاش ناسخة، تبقى ناصبة بس ولا تحتاج لاسم ولا خبر، يعني يميز فعل مضارع منصوب. كان يرحل، تمام،
كان هو يرحل يبقى اسم كان مستتر، ويرحل دي جملة فعلية في محل نصب خبر ايه يا شباب؟ خبر كان، وهو ما حدد ليش فعل ولا حرف، فانا طلعتها على طول يبقى هنا جملة ايه؟ فعلية. يبقى هنا النوع الخبر جملة ايه شباب؟ جملة فعلية. جملة ليس لها محل من الاعراب وبين السبب، شكرا، ده هدية، مات ابوه وهو صغير، الجملة دي كلها على بعضها، او خلاها مات ابوه بس، مات ابوه جملة ابتدائية لا محل لها من الاعراب. واذا قدرت انك انت تدور على اسم موصول زي التي دي والاد بعدها برضو جملة، يبقى الجملة بعد الاسماء الموصولة لا محل لها من الاعراب. يبقى مات ابوه جملة لا محل لها من الاعراب لأنها جملة ابتدائية، يتصل جملة لا محل لها من الإعراب لأنها صلة الموصول. سؤال بعد يقول لي مصدر مؤول وبين موقعه الإعرابي. تعال نشوف موقعه الإعرابي. مات أبوه، ها مصدر مؤول فاكر، أن زائد جملة أو ما زائد جملة. أن يميز، صح كده، واستطاع أن يميز، يبقى استطاع تمييز مفعول به، طبعا استطاع هو تمييز ما مفعول به منصوب علامة نصبه الفتح. اسم فاعل وبين فعله، ها العاشرة ممكن، اه بس خلينا يعني نبعد شوية عن الأعداد إلا إذا اضطررنا إليها، يعني صحيح الثاني والعاشرة وكل ده، لكن الفعل هيعمل معاك مشكلة وممكن تبقى ايه تحس انك انت ايه بتشتغل غلط يعني. فتعال نجيب محاولا اهي من مضمومة مكسور ما قبل الآخر، والفعل بتاعه ايه؟ حاول. طب ضابط، اه تمام، يبقى احسن من كلمة العاشرة بقى، يبقى ضابط، ها ضبط، يبقى لو جبت ضابط تبقى ضبط، ولو جبنا محاولا تبقى ايه يا شباب؟ حاول. اسما منقوصا وثنيه في جملة، طبعا هو هنا عايز بقى يختبر الذاكرة بتاعتك، يا ترى المنقوص فاكره ولا لا؟ عارفك دلوقتي معظم الطلاب يقول لي يا ترى هو المنقوص اللي اخره ياء ولا الف؟ قول لي بقى يا استاذ كده فكرني، ومين اللي هيفكرك في الامتحان؟ يا ريت بقى يا جماعة ندي علامة للمنقوص بقى، يا ريت ندي علامة للمقصور بقى، احفظ واحدة يا سيدي وقول التانية منقوص، او يعني قول المقصور اخره الف والتانية تبقى منقوص، احفظهم. يبقى المنقوص اخره ياء يا شباب، والياء دي على فكره انتبهوا بقى، يعني اذكر الناس كده بحته في المنقوص لحسن نغلط فيها، مش اي ياء، ياء اصليه والاسم غير مبني. يعني هل تنفع مثلا كتابي؟ لا. ليه؟ عشان كتابي دي ياء ضمير مش اصليه، اصل كلمه كتاب. طب هل تنفع كلمه التي؟ ما هي الياء اصليه في التي والذي، اه اصليه بس للاسف برضو مش هتنفع لان الاسم مبني. طب تنفع محامي؟ اه تمام كده. ليه يا استاذ؟ علشان محامي الياء اصليه ما هياش ضمير، وعلشان كلمه محامي مش مبنيه. فانا بطلع كده بخلي بالي، وكمان ما تبقاش مشدده يا شباب، يعني كلمه علي ودبي تنفع منقوص؟ لا برضو ما تنفعش منقوص. يا نهار ابيض يا استاذ، كل دي شروط؟ اه معلش استحملنا وتعود عليها. ها ومات ابوه حافظ، ها كان يرحل، استطاع ان يميز، وفي كتاب المسمى تنفع؟ لا، المسمى احنا قلنا اخره ياء مكسور ما قبلها زي محامي، ها محاولا التي يتصل الراوي، صح كده، الراوي ده اسم منقوص. طب اعربه اسنيه في جمله، الراويان يبقى ترفعها، الراويين تبقى تجرها او تنصبها. يا ريت وانت بتدخل الجمله لو سمحت تبقى مراعي اعراب المثنى، يعني لما اقول شهد الراويان بصحة الحديث تمام فاعل، او اقول مثلا اخذ البخاري من الراويين احاديث، ماشي يا عم كده تمام، يبقى تخلي بالك بس من اعربها. حفظت الاحاديث النبوية عدا الحديث الضعيف، اعرب ما بعد عدا، طبعا برضو ذاكرة، اسم مجرور او مفعول به، ايوة نعرب كده لان هنا ما ظهرش عليها اعراب. عارف لو قلت مثلا عاد الحجاج، عاد الحجاج عاد حاجا، خلاص انا قلت لك كده عربها مفعول به. طب عاد الحجاج عاد حاج، انا كده برضو قلت لك عربها اسم مجرور. طب لو جبتها وما ظهرش عليها علامة اعراب، في الحالة دي بقى تقول ايه؟ يجوز الامران، يعني تقول كده احاديث هنا، كلمة عفوا كلمة الحديث هنا ده اسم مجرور او مفعول به، وتكتب الاعرابين عادي جدا. ضع إلا بدلا من عدا، الله على السؤال ده بقى، حفظت الأحاديث النبوية إلا الحديث، طبعا الكلام مثبت. بص يا جماعة طالما لقيت الجملة في الاستثناء